بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام متابعي قناة الموريتانية الرياضية أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم وسهلا ومرحبا من ملعب شيخ بيدية حيث الجولة الأولى من الدوري الوطني لكرة القدم لأندية الدرجة الأولى التي الذي لأنت لمصلحة الدرك الآن على مقربة من حارس المرمى العمر خطيرة ويتصدى الحارس يا سلام يتصدى حارس مرمى سيد الحارس حصل عليها وبالتالي هي امور 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 غير مبشره خطيره وسيبي من جديد الحارس سيبي من جديد يتصدي للكرة القوية يثبت ان العمليه قد يلغى الهدف قد يلغى الهدف نحن في انتظار تقنيه الفيديو ليس هنالك هدف انما تسلل فيها تسلل بعد استشاره حكام تقنيه الفار ذلك حارس من العيار الثقيل هو أمال السيبي أمامية 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 خطيرة خطيرة ولكن ممتازة من الدفاع وركلة زاوية لمصلحة الدرك الوطني فرصة كانت ممتازة وكره الحاج سي نعم صافرة الحكم تأتي محمد حيدر يعلن نهاية الشوط المباراة الأول على التعادل من مواجهة زيدان مع فريق الدرك الوطني لحساب الجولة الأولى من الدوري الوطني الممتاز لكرة القدم أكثر إثارة ومتعة من الشوط الأول مع أن الشوط الأول لم يكن سيء خطير لفريق الدرك الوطني فرصة خطيرة والهدف الأول يضيع أي فرصة مع البدايات ويكون ترجع الكرة أمامية لمصلحة فريق, الـ فريق الـ الدرك الوطني يا السلام يا السلام على المهارة والفنية يا السلام على كرة خطيرة أعطيني الصورة والهدف الأول يا السلام عمر تراوري يتقدم في النتيجة يتراقص يحتفل أي فنيات أي مهارة وأي كرة جميلة تستقر في مرمى زيدان الشيئة اليسرى أمامية ممتازة 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 محمد السالك مخيليك هاك واعطيني ما تمنيني يا السلام أي تصدي أي تصدي يا محمد صلاح الدين هذا تصدي الجولة وأي كرة لمشاركات الأندية السودانية قاريا هذا الأسبوع في دوري أبطال إفريقيا وفي كأس الكونفدرالية أمامية الكرة أمامية الكرة خطيرة سقو 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 سقو, 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 سقو يركون الكرة ولكن ضاعت الفرصة فرصة مواتية لهجوم فريق الدرك الوطني ولكن لم يأتي منها الهدف الثاني يقدم مباراة كبيرة أمامية الكرة من الجهة اليسرى خطيرة خطيرة وصلاح الدين يتصدى هذه ما تزال ما تزال ما تزال خطيرة لفريق زيدان في منطقة العمليات ولمات إن شاء الله الى كره دفاع خط لا 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 الثاني لا. الثاني 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 اوه يا عزيز ماذا ضيع عبد الله علي بخطا كبير كان من دفاعات زيدان ذلك صافره الحكم تاتي بانتصار فريق الدرك الوطني على فريق زيدان بهدف للسفر سجله عمر التراوري احبت الكرام